السلام عليكم في مراجعة جديدة في قناة كوريا لاند. للي ما بيعرفني معاكم محمد العايد، وفي هذا الفيديو راح نحكي عن مراجعة آخر إصدارات نتفليكس دراما سويت هوم. دراما سويت هوم هي اقتباس لويبتون تحمل نفس الاسم، وكقارئ للمانهوا ومعجب فيها وفي أعمال كاتبها مثل مانهوا باسترد كنت متخوف كثير من الدراما، خصوصا أنه رسم المانهوا للوحوش كنت متخيل أنه صعب أشوفه في المسلسل، وأنه ممكن الإخراج ما يعطي للويبتون حقها. بس كل هذا التخوف اختفى لما عرفت انه مخرج الدراما هو نفس البني ادم اللي اخرج تحف فنية بالاخراج مثل جوبلين ودراما مستر سانشاين، واللي عملنا عليها مراجعة في القناة. بتقدر تشيك على الفيديو في نهاية المقطع. الدراما بتدور حول تشا هيون سو، واللي انتقل بعد وفاة اهله لشقة صغيرة في مجمع سكني. هيون سو لسبب من الاسباب راح يتوضح في الدراما لقدام كان مقاطع عيلته ومنعزل ومتقوقع في غرفته قبل وفاتهم. بقرر هيون الانتحار في شقته الجديدة، لكن بصير الناس بشكل غريب يتحول الوحوش في جميع أنحاء العالم، فهو وسكان العمارة بيضطروا يتكاتفوا مع بعض للنجاة من هاي الوحوش. الطاقم عمل تعديلات كبيرة في مسار قصة الويبتون، وإعادة ترتيب لشباترها وإدخال شخصيات جديدة ما كانت موجودة أصلا، بالإضافة لتعديل بعض الشخصيات وتعديل علاقاتهم مع بعض. وبرأيي كقارئ للويبتون، وعلى عكس آراء معظم قراء الويبتون اللي سمعتها، شفت انه هاي التعديلات كثير ممتازة. وبصراحة انا كنت حابب يكون في تغيير في الاحداث، لانه وين المتعة في انك تشوف اشي انت عارف شو راح يصير فيه. القصة والشخصيات والعالم اللي صنعه الكاتب كان بيرفكت. من القصة اللي بتحمل وبتطرح سؤال رئيسي واحد في الدراما، اللي هو ايش معنى انك تكون انسان، وايش الفرق بين بعض البشر وهاي الوحوش اللي طلعت بالدراما باستثناء المظهر الخارجي. كل هاي التساؤلات مغلفة بقالب من ثيم السيرفايفل والأكشن والدراما، غير عن الأفكار الجانبية اللي انطرحت بالدراما مثل التنمر، وكيف ممكن انه أشد المصائب وأكبرها ممكن تطلع من الناس أفضل جوانبهم أو أسوأها. الدراما من تمثيل كل من الممثل سونغ كانغ بدور شا هيون سو، لي جين ووك بدور سانغ ووك، لي شي يون بدور يي كيونغ، لي دو هيون بدور أون هيوك، بارك جيو يونغ بدور يون جي سو، جو مين شي بدور يون يو، بالإضافة إلى كيم نام هي بدور جونغ جاي هيون. الشخصيات من مختلف البيئات وحياتهم وخلفياتهم الاجتماعية مختلفة تماما، وعلى الرغم أنه أنت كمشاهد رح تبدأ الدراما بكره معظم الشخصيات، لكن مع تقدم الحلقات ترتبط معهم وتتفهمهم وتتفهم قراراتهم سواء كنت موافق عليها أو لا. كل شخصية في هاي الدراما إلها قصة أو ندبة بتحملها معها، إلها لحظاتها وهفواتها، سلبياتها وإيجابياتها، وهذا اللي حبيته جدا في الدراما. حسيت انهم كلهم ناس حقيقيين ومش مجرد شخصيات في كوميك. عمق الشخصيات وتطورها وبنائها كان من اجمل وارقى الاشياء اللي بتحملها الدراما. التمثيل يا الهي ما افضله ولا غلطة، من اول واحد الى اخر ممثل. سونغ كانغ اتقن دوره وجسد شخصية هيون سو زي ما كنت متخيلها تماما وانا بقرأ الويبتون. جين هيوك والكاريزما العالية اله، لي دو هيون العقل المدبر وراء كل اشي بيعملوه، كيم نام هي السياف الراقي، الختايرة اللي سرقوا الجو لما طلعوا، والطاقم النسائي المتميز بلي شي يون الشخصية القوية، المراعية لكل بارك جيو يونغ، والمتمردة والمباشرة في كلامها جو مين شي. شفنا كمان الطفلة الصغيرة اللي لعبت في مشاعرنا في دراما مذر هيو يول، والصراحة من الآن أتوقع إلها مستقبل باهر إذا استمرت على هذا المسار. من بين كل شخصيات الدراما، أكثر شخصية حبيتها هي جا هيون من تمثيل المبدع كيم نام هي، واللي عكثر ما كنت أكرهه بدور تاكاشي موري في دراما مستر سانشاين، على قد ما خلاني أحب شخصية جا هيون في هاي الدراما. دراما سويت هوم بدأت بحلقة أولى ثلاث أربعة كان عندي خيبة أمل فيها، لكن مجرد ما أعطيت فرصة للدراما بدأت بالاندماج في أجواء المسلسل. المسلسل كتصنيف مصنف إنه رعب، لكني بشوف انه الجانب النفسي والسوداوي للمسلسل وطابع الاكشن والدموية موجود بشكل اكبر من انه احكي عنه رعب. الشغلة الوحيدة اللي كنت اتمنى انها تكون موجودة هي الحوارات بين الشخصيات ورغباتهم قبل تحولهم لوحوش، واللي شفناه بشكل مختصر كثير مقارنة بالويبتون. يسوع 사람을 해치지 않는 괴물들이 괴물은 괴물일 뿐이야. هذا
كدراما مبنية على تصنيف ما فوق الطبيعة واللي مش متواجد بكثرة في الدرامات الكورية. زي ما حكيت بأول الفيديو، التخوف الأكبر كان بالإخراج والإنتاج، لكن نتفليكس برهنت على عالميتها بتكلفة إنتاج محترمة ومؤثرات بصرية رائعة وتقنيات فتحت الباب للدراما الكورية على مصراعيه، مثل تقنيات إدارة الصورة، زوايا التصوير المستعملة في المشهد الواحد، وبالنسبة للوحوش المستخدمة والسي جي آي تبعها، واو، الطاقم تفوق على نفسه وبقوة في هاي الدراما. في مرات قليلة في الدرامات الكورية بتم استخدام أستاذ أجنبية فيها، مثل مسلسل آت 18، وفي مرات أندر بتم استخدام أغاني أجنبية أصلية في الساوند تراك الخاص بالمسلسل الكوري. فإلك يا صاحبي تتخيل قديش كنت متفاجئ لما سمعت أغنية Imagine Dragons Warrior تشتغل كمؤثر صوتي في الدراما، والصراحة كانت كثير مناسبة ومرتبة، وأماكن استخدامها كانت ممتازة. أوست سايد باي سايد بغناء باي بي واي كانت اختيار آخر ممتاز لطاقم إنتاج الدراما.이게 다 무슨 일이에요? 알아보는 중이에요. 누가 이 건물에 가둔 걸 수도 있고요. 존경하는 국민 여러분, 현 시간으로 국가 비상 사태를 선언합니다. 최군 저하, 환청, 환각 등의 증상을 보이는 자는 격리하시고. 저 감염자예요. 대체 무슨 일이? 괴물화가 진행 중인 게 그 둘뿐일까요? 아무도 모르는 거네. قبل ما انتقل للتقييم في بلاي ليست لكل مراجعاتنا، فشيكوا عليها ومتأكد انها اعمال راح تعجبكم. لا تنسى تضغط لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناة وتضغط زر الجرس للتنبيه في حال نشر فيديو جديد ان شاء الله. المسلسل غير صالح للمشاهدة العائلية لاحتوائه على مشاهد دموية وعنف، كما انه بعض المواضيع الثقيلة على الواحد مثل الانتحار واذية النفس والجرائم ضد الاطفال ممكن ما يستسيغها البعض وما يحب يشوفها. تقييم كوريا لاند للدراما كان: القصة 9.5، التمثيل 10، الإخراج 10، الساوند تراك 8.5، ليكون التقييم الكلي للدراما سويت هوم 9.5/10. تقييم IMDB للعمل كان 7.4/10. وإلى اللقاء في فيديو جديد ومراجعة جديدة المرة القادمة إن شاء الله.